الوقفة ديال اليوم هي جات احتجاجا وعلى القرار لا دستوري، قرار لا قانوني اللي خداه رئيس البرلمان اللي باقي بوحده يغرد خارج السرب، لأنه في الدعوة اللي توجهت الرفيقة نبيلة منيب كبرلمانية يلح على أن الدخول للبرلمان سيكون بجواز التلقيح. هنا عدنا على جواز التلقيح كحزب اشتراكي موحد وكمناضلين تقدميين وحقوقيين، لدينا مجموعة ديال المؤاخذات على هذا الجواز التلقيح الذي اعتبرناه ولا زلنا نعتبره أنه قرار لا دستوري ولا قانوني. هو قرار لا دستوري لماذا؟ لأن المفروض أن القوانين والقوانين التشريعية المفروض أن هذه القوانين اللي خصو يخرجها هو المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي هو البرلمان، فهذا القانون ما خرجش على البرلمان وما تناقش على البرلمان. هناك من سيقول بأنه هذا القانون جاء تحت بند ديال قانون الطوارئ، قانون الطوارئ الصحية، بل قانون الطوارئ وفي الفصل في الفصول الدستورية اللي كيهضر على قانون الطوارئ بصريح العبارة، قانون الطوارئ لا ينفي بتاتا البرلمان ولا ينفي اشتغال البرلمان. اليوم جواز التلقيح اللي كيقول بأنه يمنع المواطنين من الولوج إلى المؤسسات العمومية والشبه العمومية والإدارات وغيرها. بالله عليكم، واش البرلمان مؤسسة؟ واش البرلمان مؤسسة كالمؤسسات كأولى إدارة؟ البرلمان هي مؤسسة للتشريع في كل دول العالم اللي كتحترم النساء واللي عندها البرلمانات، وهذه ما سمعناش شي برلمان رفض أو منع دخول برلماني، لأن البرلمان هو سلطة تشريعية ومن أعلى السلطات. الآن من يتمنع البرلمان، لنفترض فرضا جدلا أن مجموعة البرلمانيين كبار ما داروش التلقيح، واش غيتمنعهم؟ من سيحاسب الحكومة؟ من سيحاسب المسؤولين؟ من سيشرع؟ من سيضع القوانين؟ واش ماشي مني كتمنع برلماني من الدخول للبرلمان أنك كدير واحد الانقلاب بين قوسين، انقلاب على الدستور وانقلاب على القانون، وبأنه كيزيد في التغول ديال السلطة. نفترض رفيقة نبيلة منيب وهي برلمانية، البرلمان كيقول المادة الثانية من الفصل المادة الثانية من الدستور المغربي أن الشعب المغربي يمارس حكم عن طريق ممثليه، وهاد الممثلين هما البرلمانيين ممثلي الأمة. هذه ممثلة ديال الأمة كتمنع من حقها ماشي خرق ديال 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 الدستور. البرلماني واش ما منحقوش؟ ماشي هو اللي مسؤول أنه يحاسب الحكومة؟ الأمني كتمنع البرلماني يدخل، ماشي كتمنع محاسبة الحكومة؟ البرلماني ما منحقوش يوضع مشاريع قوانين، واش مني كتمنع برلماني يدخل ماشي كتحرمو بأنه يحط مشاريع قوانين؟ البرلماني واش ما منحقوش يدير تعديلات مشاريع القوانين؟ واش مني كتمنع برلماني ما كتمنعوش ممارسة الحق؟ واش البرلمانيين بواحد النسبة مئوية ما منحقهمش يحطوا تعديلات على الدستور كيف ما كان؟ وهذا الدستور في الفصول ديال الدستور، واش من كتمنع شينا التعديلات ديال الدستور؟ حنا كنعتبروا هذا المنع وهذا جواز التلقيح هو غير قانوني وغير دستوري. ونمشيو للوضوح بأن المستهدف منه ثلاثة الأطراف، المستهدف من القانون نبيلة منيب، والمستهدف الحزب الاشتراكي الموحد، والمستهدف صوت عريض من الشعب المغربي. وهاد الثلاثي هما اللي كيشكلوا المعارضة الحقيقية، هو منع ومحاصرة ديال المعارضة حتى لا تمارس مهامها. علاش؟ لأن كنشوف هاد 6 شهور ديال الحكومة شفنا مجموعة ديال القرارات وديال الإجراءات وديال القوانين لا شعبية لا قانونية لا دستورية، سميها كيما بغيتي، ولكن حتى واحد فين هي المعارضة الحقيقية اللي تعارضها؟ فين هي؟ التطبيع احنا شلنا فين وصل؟ التطبيع مع الكيان الصهيوني امتد لكل مناحي الحياة، وصلت للتطبيع الديني، التطبيع الرياضي، الفني، السياسي، التربوي، سميها كيما بغيتي، فين هو هذا الصوت المعارض؟ احنا كنشوفوا الغلاء فين وصل، الأسعار فين وصلات؟ المواطنين شحال كيكتويو بالنار ديال ارتفاع الأسعار. مؤخرا الحكومة جلسة أجلتها ديال هذه ما هضر حتى حد. حنا كنشوفوا لوبي المحروقات اليوم اللي كان كيهضروا على 17 مليار الأرباح، دابا ولينا نهضروا على 45 مليار الأرباح. ولوبي المحروقات راه رئيس الحكومة واحد من أكبر شركة، رب شركة أكبر شركة، شكون هذا اللي يحاسب؟ اللي وصلت لي البارح في مجلة فوربس شفناه بأن الأرباح ديالو تجاوزت 2 مليار في الوقت، هو اللي كيربح المواطن، شكون هذا اللي يحاسبه؟ منع نبيلة منيب
هو منع صوت سيحاسب، منع صوت سيراقب، منع صوت يقول اللهم هذا منكر. منع النبي لمني اليوم في هذه الظرفية هي فضيحة، فضيحة مغربية، فضيحة تولي فضيحة دولية. علاش؟ لأنه ببساطة حتى إلا مشينا معاهم مشيو معاهم في القانون اللي قالوه، في القانون اللي قالوه، قال لك يمنع الدخول المؤسسات العمومية والخاصة إلى بادئية الملاعب ديال الكرة، ماشي مؤسسات. البارح كان الماتش ديال المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي باش تدخل كانوا عشرات ديال قوات الأمن باش الباب كل واحد يشوف لك الورقة الدخول ديالك. طلبوا شي واحد جواز جواز؟ أنا هاد المواطنين اللي جاو من الترانات تطلب لنا شي جواز تلقيح؟ تطلب شي واحد شي جواز تلقيح؟ يطلب فقط النبيل منيب، لأن صوت مجعز، لأن صوت لا يريد أن يسمع.